أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا هو الزهد. هذا الحديث هو أعظم حديث في الزهد. يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تتعلق بالدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هكذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا. فقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تتعلق بالدنيا كثيرا. ابن عمر استفاد هذه الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، يعني استعد أن تعبد الله طالما أنك صحيح. طيب، وإذاك اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. فالإنسان يعني يستثمر هذه الأمور. قال: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني استعد من الحياة الآن حتى إذا مت وإذا أنت قد أديت الذي يرضي الله تبارك وتعالى.